بسم الله الرحمن الرحيم اليوم غادي نديرو لي زيكويا دو بولي على كريم اي او شامبينيون هاد هاد لا روسيت ساهله وديريها في اه... ان كار ديريها كمليها اه تبعوني نروحو نشوفو الكيفيه بو هنايا خاصنا زيكويا دو بولي بو هنايا راكي راكم تشوفو راني درتها في اه... في ان ريسيبيون نزيد لها شويه زيت مغرف ونص تاع ثوم مطحون لي زي زيبيس تاع البولي وشويه ملح ونخلطوها ونخلوها تتشرب كيما راكم تشوفوا فيها هكا فوالا دوك هنا مين تتشرب نجيبوا مقله ونديروا فيها غير شويه زيت ونخلوها تحمى فوالا كيما راكم تشوفوا ونحطوا هذا البولي تاعنا نحطوه ينقلى في في المقله هو يتحمر كاع غير من يتحمر كنحمروه من لي دو كوتي وما خلوش يطيب بزاف وعلى غير لي شغل يتحمر من لي دو كوتي نقلعوه دونك هنا المقله تاعنا وين مقلينا البولي نزيد نديرو الشامبينيون فوالا ونديرو شويه ثوم ونقلوه هنايا نزيدو لا كريم فريش فوالا انا هادي كريم ايباس دونك تنجمو ديرو ليكيد نتوما لا ليكيد تنجمو ديروها غير كيف كيف فوالا دونك هنايا توك دوبلي كاع فوالا دروك نزيدو نديرو شويه ملح ونديرو شويه حرور ونخلوها تتقلى فوالا نملحو ونزيدو شويه حرور فوالا فوالا ونخلوها ت... نخلوها فوق الكاس فوالا غير شويه هاد السامينوت ولا ودروك نجيبو هادوك ال البولي تاعنا ونحطوه فوق هاد لاصوص لي

ونطرفوه هكا البولي تاعنا ما ينشفش ويولي من الداخل جوتو يولي طري كي تاكليه يدوب في الفم فوالا بون هنايا راني انا درته جلي اكومباني مع لغي باسماتي دونك نتوما تنجمو ديرو تنجمو ديرو لي با ديرو لي ليغوم كل واحد وشي يبغي فوالا نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه وتجربوها ومع ليا غير نقول تبقاو على خير وفي فيديو قادم ان شاء الله بسلامه